بالظبط كده، ده كلام محترم جدا. وبالنسبه بقى لجمهور الاهلي، خلينا نبدا كده، وموضوع مهم جدا بقالنا فتره بنتكلم فيه، ولازم نقول او نوجه الشكر لصاحب الجهه زي ما بتقال كده، كل الشكر والتقدير حقيقي سياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه. ليه بقى احنا بنشكره؟ لان هو وافق على حضور 50,000 مشجع في استاد القاهره لماتش الاهلي والهلال السوداني، وده لاول مره. بتتكلم حضرتك بقى من قد ايه؟ بتتكلم من 10 سنين تقريبا هيتم السماح للعدد ده من الحضور ان هو يكون متواجد. مطلب كان جماهيري، مطلب كان يعني بالجمله زي ما بيتقال، مطلب كان يعني عالمي، قولها زي ما انت عايز، اختار المصطلح اللي انت عايزه، بس كان مطلب لابد منه. 10 سنين يا جماعه، 10 سنين كان الجماهير محرومه، كانت الجماهير مش قادره ان هي تاخد هذه الفرصه، تحصل على هذه الفرصه، كانت الفرق المختلفه مفتقده المشجعين بتاعها، المنتخبات مفتقده الجماهير بتاعتها. على فكره بتفرق بشكل كبير زي ما حضراتكم عارفين، الجماهير في ظهر اي نادي، وانا هنا هتكلم في العموم مش بس النادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي ده قصه تانية، بس في العموم الموضوع بيفرق بشكل كبير، ده ممكن يغير لك سير المباراه يعني بشكل كامل. فمسؤوليه كبيره جدا، بس لازم يا هيثم نكون قدها، لازم نكون قدها. وطبعا احنا هنتكلم هنا عن جماهيرنا، جماهيرنا ما تتوصاش، لا تتوصى في التشجيع من اول لحظه لاخر لحظه، ولا تتوصى في الحماس بتاعتهم اللي بينعكس على اداء وروح اللعيبه زي ما كنت بقول لحضراتكم، وده تاريخيا كمان مش دلوقتي مثلا او حاجه جديده حاصله، احنا بنتكلم في حسم مباريات وبطولات في يعني البلاس 90 زي ما بيتقال، برضو بروح الجماهير وروح الفانيلا الحمراء ودعم جماهيرنا المستمر في الحلوه وفي المره. فانا اعتقد ان ده من احلى الاخبار معانا النهارده. صحيح، انا كمان بضم صوتي لصوتك يا نهاوند، والحقيقه لازم نشكر طبعا سياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه، الحقيقه اللي لبى دعوه جماهير النادي الاهلي. يعني مجلس اداره النادي الاهلي هو نبض الجماهير، وهو اللي طالب بحضور اكبر عدد من الجماهير، فبالتالي يعني تم تلبيه طلبات جمهور النادي الاهلي. طيب، هنا بيدل على اهتمام الدوله المصريه واحساس الدوله المصريه باهميه هذا اللقاء. النهارده شفنا العدد قبل كده يا نهاوند، ولكن شفناه في مباراه منتخب مصر، يمكن دي المره الاولى في مباراه احد الانديه يكون الجماهير بهذا العدد الكبير، واحنا قادرين ان شاء الله على اخراج المباراه بشكل جيد. وهنا بنوجه رساله لجماهير النادي الاهلي، خلاص الموضوع في ايديكم، زمن النادي الاهلي رائد في كل شيء، رائد افريقيا وفي كل الالعاب على فكره، مش بس في كرة القدم. النهارده جمهور النادي الاهلي عليه مسؤولية، لازم يكون رائد ويكون هو الحجر الاساس في عودة الجماهير مرة اخرى. النهارده جماهيرنا لو قدمت طابلو كبير من الالتزام والتشجيع بقوة للفريق، وزي ما بيقولوا طابلو حلو جميل حتى يتقدم للعالم كله، انا متأكد ان دي هتكون العودة حتى في المباريات المهمة في الدوري اللي احنا بنطالب بالموضوع ده بقالنا سنين. يعني بالزبط. زي ما بيقولوا الكرة للجماهير، النهارده الكوره زي ما بيقولوا فعلا في ايد الجماهير، والفرصه في ايد جمهور النادي الاهلي. النهارده احنا كلنا ثقه ان المباراه هتطلع بشكل جيد جدا، وهيكون فتح الخير يا نهاوند باذن الله. نتمنى نرجع تاني نشوف الجماهير في مباراه الدوري، واكيد دي خطوه اكيد تسعدنا كلنا.